انخفاض الأرباح في الربع الأول من 2015 هو عائد طبعا لانخفاض أسعار المنتجات والمتأثرة بالتقلبات في أسعار البترول. طيب ما هي يعني تأثير هذا الموضوع على الشركة، وأيضا يعني ما توقعاتكم للربع القادم بالنسبة لأسواق البتروكيماويات بشكل عام؟ حقيقة احنا ما نحاول يعني ندخل في توقعات للربع القادم، لكن دائما اللي اقدر اقول لك يا سابق تحرص كل حرص على تعظيم العوائد لمساهمينا من خلال التركيز على الموثوقية والاعتمادية في مصانعنا، الاستفادة من البحث والتطوير، كذلك ايجاد اسواق جديدة تعود على سابق ومنتجاتها بأعظم الأرباح، تعظيم الأرباح، بالإضافة إلى يعني وضع استراتيجي مهم والتركيز على إدارة التكاليف وتخفيض التكاليف في العمليات الكاملة لسابق اللي تساعد على إن شاء الله إعطاء يعني نظرة مستقبلية إيجابية لأرباح الشركة مستقبلا إن شاء الله. نعم، بالنسبة للوضع المالي يعني للشركة، هل لديكم نية لإصدار صكوك، وما هو وضع الشركة إلى حد هذه اللحظة في هذا الاتجاه وفي مجال تسديد ربما بعض القروض، أو هل لدى الشركة قروض في هذا الاتجاه؟ والله في الوقت الحاضر ما عندنا أي حقيقة خطط يعني لتمويل أي مشاريع، دائما سابق تحرص على تعظيم الاستفادة من وضعها المالي، وإذا في أي شيء إن شاء الله حتعدلون عنه في حنعلن عنه إذا صار في أي توجه إلى تمويل مشيئة الله. نعم، بالنسبة للأسواق الخارجية، هل لديكم أيضا نية إلى التوسعات في الأسواق الأمريكية ومثلا الصينية في مجال البتروكيماويات، وكيف تنظرون إلى هذه الأسواق في ظل المرحلة الحالية مع انخفاض أسعار البترول وأيضا انخفاض أرباح الشركة؟ في الحقيقة طبعا من ضمن استراتيجية سابق 2025 يظل السوق الصيني والسوق الأمريكي واعد بالنسبة لنا، طبعا خاصة بالنسبة للسوق الأمريكي فيما يخص الشيل غاز ديفلوبمنت، سابق تنظر إلى بعض الفرص الاستثمارية سبقا ذكرتها سابق، وإذا إن شاء الله وصلت إلى النضج والتماشى مع الاستراتيجية سابق سوف يعلن عنها. كذلك في الصين، السوق الصيني طبعا سوق واعد، سابق لها أكثر من 30 سنة في السوق الصيني، سابق لها يعني وضع ويعني في السوق الصيني وعارفين السوق الصيني، والسوق الصيني يعرف مدى الكونتريبيوشن والفائدة اللي تبرقها سابق إلى أسواق الصين. كذلك ننظر إلى بعض الفرص الاستثمارية، وفي حالة إن شاء الله يعني نضوج هذه الفرص الاستثمارية ما تماشى مع استراتيجيتنا ومتطلبات الشركة سوف يعلن عنها بمشيئة الله. نعم، سؤال أخير فقط بالنسبة للوضع المالي، تحدثت أنت في المؤتمر أن هنالك مبالغ ربما حوالي 16 مليار، يعني حدثنا عن هذه المبالغ، ما كيف سيتم التعامل معها؟ لا، هو حقيقة السؤال كان على موضوع وضوع الأرباح المستبقاة، فحنا ذكرنا طبعا أنه في 9 مليار حيوزع على المساهمين بمشيئة الله الأسبوع هذا، كذلك في بعض الديون اللي ترغب سابق في دفعها وهي ما تتجاوز تقريبا 4 إلى 5 مليار، فهذه كلها سوف في نهاية السنة هذه، في نهاية الربع هذا ما حتجدها في البالانس شيت حقت سابق. الربع هذا وليس السنة هذه؟ لا، الربع هذا بمشيئة الله، يعني فخلاص يعني هذه في الربع القادم ما حتشوفها في البالانس شيت حقت سابق إن شاء الله، القوائم المالية.